تقصد الهلال اللي اليوم هو فيه هو امتداد العمل السابق. فريق ناجح تحت اي ظرف كان، فريق ناجح عنده رجال يقدرونه يدعمونه. الله قيض له ناس نافذين اقوياء مميزين قاعدين يعطونه. ناخذه ندعمه نقويه ويوصل العالميه. ولذلك ما تجده يواجه مشاكل ابدا. صحيح. ولا اسامه كان لاعب الاتحاد. ايش اللي حول الصفقه؟ بموافقه اسامه. توجيه من فوق من الجهات العليا انه توقف الصفقه هذه. صح ولا لا؟ هذه مو مشكله الاندي الثاني. اذا صارت الاندي الثاني يطقون وما ولا في دعم، في خسران وفي خسران. هو رئيس النادي؟ لا لا، الهلال يختلف. ليش يختلف؟ الهلال وضعه يختلف. الهلال وضعه يختلف. انا ارجع اقول لك مره ثانيه، الهلال وضعه، الهلال حطه على جنب. ليش؟ لا تقارن. طيب. لان نادي لو ان حطيته كالزاد ولو جبته طول العمر اي شخص في الدنيا كلها زين يرأس هذا النادي بينجح. عطني ياسر، عطاني التليفون، عطاني ياسر. ها يا ياسر، قال لي انا خلاص وافقت ننهي الصفقة للهلال.